مرسيدس 1991 560 SEC من السيارات الجميلة والمرغوبة في التسعينات. كوبيه فتحة في السقف، طبعا اللون نادر، اللون لون الخارجية ولون الداخلية يا اخوان. لون الداخلية قماش ازرق قريب من اللون الخارجي. اللي بيسأل عن الصبغ، الصبغ مجدد، السيارة وارد اليابان. راح نعطيكم كامل التفاصيل. سيارة في السعودية من فترة طويلة يا اخوان، وكانت في جراج يعني ما تطلع لها فترة. المالك الحالي اللي اخذها عمل لها صيانة، راح نذكر لكم الصيانة ايش اللي عملها في تقرير المزاد. اللي بيسأل عن الصبغ، الصبغ مجدد، مكيف شغال، من الالوان الجميلة. طبعا سبق عرضنا 300 SEC، هذا 560 عد اخر اصدار 91 يا شباب. 560 SEC، رفرف عريض، يعني سيارة جميلة جدا. طبعا في ملاحظة لازم اذكرها لكم، المالك ذكر لنا انه فتحة السقف تعلق، علما ان عندنا تعمل، يعني راح نوريكم فيديو الفتحة شغالة، بس الاخوان اللي يبغى يشتري، المالك ذكر انه الفتحة تعلق، لكن ترونها تنزل وتطلع وابد تفتح كامل ما في اشكالية. هنا داخلية السيارة، هنا اللون الجميل، شوف اللون هذا، اللون مع لون السيارة يعتبر من الأشياء الجميلة. طبعا الصبغ مجدد ذكرنا لكم، يوجد ملاحظات في الصبغ، يعني بعض الحكات، بعض الخدوش بحكم موديل السيارة، بعض الملاحظات في السيارة هنا زي ما انتم شايفين الصدى أو الحلل البسيط اللي هنا. الممشى 141 ألف كيلو. نوريكم الآن الماكينة هنا الداخلية، تشوفوا نظرة كده على السريع. طبعا شغل لكم السيارة، قزاز يعمل. طيب مكيف القزاز الثاني يعمل يا اخوان زي ما انتم شايفين. هذا القزاز الخلفي، نوريكم الماكينة الآن عندكم ما شاء الله، هذه شغالة انتم شايفين، كراسي كهرب شغالة. الآن نوريكم الماكينة، الرفارف الداخلية ما شاء الله، يعني ما في أي صدى أو حلا. أوريكم الشنطة، طبعا الهيدروليك يا أخوان ملغي بس التوضيح. هذه السيارة بالكامل، الفتحة شغالة زي ما انتم شايفين. ارجع، المالك ذكر انها تعلق، مو ما تفتح، ذكر انها تعلق، بس هي شغالة عندنا. الان بنسوق السيارة يا اخوان، خلوكم معنا. بسم الله، وهنا الفيديو بالكامل يا اخوان، راح تشوف السيارة من اسفل
ونقطة حابين نقولها في كل سيارة حاب تجي تفحص، تعال قبل نهاية المزاد، عندك 4 أيام تقريبا. احنا نقدم فحص من قبل صفقة ومن قبل شركة محايدة، شركة كار تراست. فلكن بعض الأخوان ما يجب له يوقف السيارة، ومن حقه. سيارة جميلة، محبين الألماني عارفين السيارة هذه، ونشوفكم على خير. وهنا المرسيدس 91 500 SEC، هنا مقدمة السيارة يا أخوان، الصدام الأمامي. طبعا السيارة هذه موية غسيل، الشباب غسلوها، وهذه موية هنا يا أخوان، يعني ما فيه الحكات البسيطة هذه اللي أسفل في الدقن. وهنا أسفل السيارة انتم شايفين أرضية السيارة سليمة، عضلات، في ترشيح بسيط في كارتير الجير يا أخوان، بسيط جدا، ممكن هذا قديم بعد. الماكينة ما أشوف فيها تهريبات، عندكم هذه السيارة من أسفل، هذه أرضية السيارة من هنا، سيارة جميلة. وأي سؤال أي استفسار يا أخوان حياكم الله، اللي حاب يجي يفحص يحاول قبل نهاية المزاد يا أخوان، دائما نذكر الشيء هذا قبل نهاية المزاد.